بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله تعالى استخلف هذا الإنسان في الأرض حتى يعمرها ويبني فيها الحضارة الإنسانية الربانية العادلة التي يفيء إليها كل الناس، يجدون فيها بإذن الله تعالى ما يغذي أرواحهم فيستقيموا، وما يغذي أبدانهم فيشبعوا، وما يروي إن شاء الله تبارك وتعالى ظمأهم الفكري فيتعلموا. هكذا الله يحب من العبد أن يكون قويا في كل شيء. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوي في الإيمان، قوي في العمل، قوي في الإبداع، قوي في العطاء، قوي في الإحسان، هكذا حتى يكون بإذن الله نافعا لنفسه ولغيره ولبلده. ولكن حينما ينقطع وتنقطع صلة هذا الإنسان المستخلف الذي مكن في الأرض وسخر له كل شيء ويقطع صلته بالله، يصاب بالغرور. فترى ما حينما يرى أن أبواب الاجتهاد قد فتحت في وجهه والنجاح، تراه يصاب بالغرور حتى يقول كلاما عياذا بالله يسيء فيه الأدب إلى من فتح الله له هذه المجالات. وأعظم الفتح هو أن الله أعطاك عقلا تتدبر حتى تصل إلى كنه هذه السنن التي أودعها الله في هذا الكون من أجل بإذن الله أن تستعملها وتستخدمها في أن تكون بإذن الله في الأرض نافعا. شوف، كنت أنظر إلى جيوغرافي ناشيونال، إلى أحد هؤلاء الذين فتح الله لهم في كيفية التعامل مع الأفاعي وجميع الزواحف، ورأيت كيف كان يدخل إلى تلك الجحور ويأتي بتلك الأفاعي الخطيرة والكبرى وتعامل مع التماسيح، فرأيت منه العجب. لكن الله تعالى سبحانه عز وجل حينما يرى أن الإنسان قد تمكن، يمكن أن يرسل عليه أضعف مخلوق فيفنيه. فدخل إلى البحر وإذا بسمكة صغيرة ترميه بسهم من سهامها الإلكترو، ما نعرف اسمه، فيموت. الله أكبر. النمرود كان يقول أنا أحيي وأميت، وأرسل الله عليه حشرة في رأسه حتى لما عجز الأطباء أشاروا عليه بأن يخلعوا رأسه ويقطعوه ويستبدلوه برأس آخر من الذهب. وهكذا فرعون طغى وقال ليس لي ملك مصر، ولكن الله تعالى أجرى البحر من فوقه ومن تحته، فلما أدركه الغرق قال آمنت آمنت، قال الآن 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 في هذه اللحظة كل ما فتحت له عليك من الآفاق حتى تتوصل إلى أن الخالق المبدع الذي أحكم هذا الخلق هو الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. في التاريخ حينما كنت أكتب بالقلم في إحدى الجرائد كتبت هذا المقال: سفينة تيتانيك من ركبها غرق، ونوح سفينة من ركبها نجا. نوح عليه الصلاة والسلام صنع سفينة بيده بيده فقط، يعني صناعة بدائية. فقال لهم اركبوا فيها، ونادى ابنه وقال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وهي بسيطة السرعة. فأجرى الله تعالى سبحانه وعز وجل الأنهار تنزل من السماء، وفجر الأرض عيون التقى الماء على أمر قد قدر، ولكنها حينما سارت بسم الله ومجراها ومرساها الله تعالى أغرق الكل وأنجى السفينة الضعيفة مع من ركب فيها. أما مسألة تيتانيك فقال أولئك الذين أشرفوا على صناعتها حينما اغتروا بالعلوم واغتروا بكل ما استعملوه فيها من تقنيات جديدة، واستعملوا فيها نظريات علمية جديدة في مسألة الفيزياء ومسألة الحديد وكل شيء، فلما أرادوا أن يبحروا المرة الأولى قال أحدهم لو جاء الله وأراد الله سبحانه يغرقها لما استطاع. الله، انظروا إلى الغرور. لو أراد الله سبحانه يغرقها فما استطاع. فكانت الرحلة الأولى والأخيرة، وإذا بها تصبح علما ومثالا على كل مغرور غره هذا العلم. قال تعالى في كتابه وفرحوا بما عندهم من العلم، يعني والعلم ينسب ذلك الفتح لله تبارك وتعالى. فما الذي أصابها؟ غرقت، والآن هي توجد 4000 متر تحت سطح الماء، وقد ألفت فيها الحكايات، وقد كانت فيلما من الأفلام الناجحة في العالم. وحاولوا أن ينسجوا في الخيال قصة غرام بين شاب وشابة لم تنتهي، لأن الرحلة انتهت إلى ما تعرفون. لماذا تقول هذا؟ أقول لهذه الفكرة أريد أن تصل إلى كل إنسان. الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد خوفا من الله. يقول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء.
العلم يا أخي هو الذي يؤدي بك إلى معرفة الله وتقديري حق قدره. انظر الآن هذه السفينة تتجدد الآن في حوادث أخرى. هنالك شركة من هذه الشركات التي تقوم بالسياحة في أعماق البحار وتقوم بصناعة هذه السفن التي عبارة عن كبسولات تنزل إلى أسفل البحار وتصل فيها التذكرة لمن أراد أن يغامر في هذه الرحلات السياحية في أعماق البحار 250,000 دولار. وأنتم ترون أن صاحب الشركة وأربعة من أصدقائه وفيهم ملياردير باكستاني، لأول مرة نسمع على المليارديرات من العالم المتخلف، يعني يتركون نسأل الله العفو على أمتهم وشعبهم ينخر فيه الجهل والقتال وتنتشر فيه عياذا بالإثنية والحمية، ونرى كيف هؤلاء يستثمرون أموالهم ما شاء الله. هذا لا يمنع من الإنسان أن يفعله إذا كان صالحا لقومه، لكن هذه فقط بين قوسين. إذا تيتانيك أغرت الكثيرين من أن تكون وجهة لهؤلاء الذين يريدون أن يمخروا عباب البحر لينزلوا إلى أسفل سافلين. تعرف شحال كاين تحت البحر ولا ما تعرفش؟ كم؟ شحال من كيلومتر؟ 12 كيلومتر. يعني شوف سبحان الله 12,000 متر، يعني إيفرست اللي عندنا في الجبال اللي عندنا في الهيمالايا يعني تقريبا شحال؟ 6,000 7,000 8,000 كاع متر. أما تحت الأرض البحر 12,000، وتيتانيك ترقد على مكان تحت سطح البحر ب4,000 متر. نعم جهزوا أنفسهم لهذه الرحلة، وأنتم تعرفون كيف أصبحت هذه إن شاء الله تبارك لسان كل إعلامي وانتشرت في مواقع التواصل. فلما وصلت إلى 3,500 انفجرت وأصبحت ذرات، اختفى كل شيء، اختفت هي فلم تعد موجودة، واختفى أولئك الخمسة بطريقة عجيبة تذكرنا بقدرة الله تبارك وتعالى وقوته وعظمته. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ماذا تريد أن تقول لنا؟ أريد أن أقول أولا الله تعالى لم يمنعك من أن تتعلم وتعلم وأن تتقن وأن تكون المستخلف في الأرض وأن تقوم بالسياحة، سيحوا في الأرض سيحوا في البحر، لكن يعرفوا أن المقصود من هذه السياحة أن تعرف أن هذا الكون سبحانه عز وجل عجيب عظيم يؤدي بك إذا تفكرت فيه إلى الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إنها النتيجة للتفكر والتدبر. والآيات كثيرة وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أفلا ينظرون إلى الإبل، حتى أن الله تعالى قال في البحار مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبون، انظر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الجوار التي يجريها الله على البحر وهي كالأعلام كالجبال بحال تيتانيك. سبحان الله يجريها الله بقدرته سبحانه عز وجل. فأنت لست ممنوع من أن تبحث وأن تستكشف وأن تسير في الأرض لكي تعرف ربك سبحانه عز وجل، كل هذا مطلوب. الثاني، إذا كنت ممن لم يصل إلى الحقيقة وإلى المقصود من هذه السياحة والتدبر والتفكر واستعمال العقل وهو أن تعرف ربك، فلا أقل زيد أن تتواضع، أن تتواضع لله سبحانه عز وجل، ألا تتجبر، ألا تستعمل ما أكرمك الله به من عقل تتدبر به إلى أن تستعمله والعياذ بالله في ضرب البشرية التي استخلفها الله، كهذا العلم الذي الآن وصل به الناس إلى المحيطات وإلى الفضاء، ولكن استعملوه للاستقراب للاستقواء لاستعباد الناس، يخربون يستعمرون يستخربون كما يفعلون بالمسلمين في كل مكان. فلا أقل إن كنت بإذن الله لم تصل ولم توفق للوصول إلى مقصود الله تعالى من التدبر والتفكر والعلم، فلا أقل أن لا تتكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من يقول سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنت تبقى هكذا حجمك بسيط. ثالثا، هؤلاء المتغطرسين الذين أصابهم الغرور يرخي لهم الله سبحانه، يملي لهم زيد ويمد لهم زيد ويستدرجهم زيد، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. على مستوى الفرد النمرود فرعون
القذافي، مجموعة كانوا إذا مشوا والعياذ بالله ظنوا أنهم لا يطؤون الأرض بأقدامهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالله تعالى سبحانه يجعلهم عبرة للمعتبرين. الرابعة بإذن الله تبارك وتعالى، هذا ليس معناه إذا تكلمت ألا ننسب الخير لأهله. نعم، هنالك الكثير ممن فعلا وصلوا إلى درجات عليا من الإتقان أن نفعوا الناس، لكنهم لما لم يصلوا إلى معرفة الله تبارك وتعالى كان بعضهم يتكلم ويقول إن هؤلاء لن يضيعهم الله سبحانه عز وجل لأنهم نفعوا الناس. ولقد أجبت عن هذا السؤال في مرة من المرات حينما قالوا إن أديسون اخترع الكهرباء فلا يعذب الله عبدا أبدا انتفع الناس به، فكنت قد أجبت على ذلك وقلت كل من عمل عملا صالحا انتفع به الناس لم يرد به وجه الله فقد أخذ أجره في الدنيا، والآيات كثيرة. وأجبت عن ذلك وجئت بقصة عبد الله بن جدعان الذي كان يطعم الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم شهد في بيته حلفا يسمى حلف الفضول، قال لو دعيت به في الإسلام لأجبت. فلما سألت عائشة قالت يا رسول هذا الرجل له صنائع معروف كثيرة ويفعل الخير كثير، هل هذا يعذبه الله إن يكون؟ قال هو في النار. قالت لما؟ قال لأنه لم يقل مرة رب اغفر لي ولم يكن عمله لله، يعني أن أجره أخذه في الدنيا، الناس مدحوه أعطوه الأجرمة أعطوه البروفي، ولذلك هؤلاء تمتعوا ولكن لم ينسبوا الفضل إلى صاحبه. وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على حبيبي محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.